يتسم الاقتصاد الجزائري بوجود اقتصاد موازي هام وكمية كبيرة من الأموال المتداولة خارج الدوائر المصرفية، بحيث قدر بنك الجزائر هذه الأصول بنحو 6000 مليار دينار جزائري نهاية 2020، وهو مبلغ هائل كما تلاحظون. هناك فئة من حاملي هذه الأصول حساسة للمبادئ الشريعة الإسلامية فيما يتعلق باستخدام هذه السيولة النقدية المكتنزة، وفي الوقت الحالي حصلت 4 بنوك عمومية على الترخيص لتسويق منتجات مالية موافقة للشريعة، وهي بيانا، سيبيا، كنيب بنك وبدر. كما باشرت 3 بنوك وهي بيانا وسيبيا وكنيب بنك بالتسويق الفعلي لهذه المنتجات، وسيقوم بنك بدر بالتسويق لهذه المنتجات قريبا إن شاء الله.